الكذبة الكبرى اللي جاءت في البيان الثاني إن الحين صارت قضية رأي عام والناس لا يمكن أن تقبل بهكذا أفعال، فش نغلفها؟ نغلفها بقضية مال عام أو قضية رأي عام اللي هي صندوق الجيش. فشي في البيان مال الوزارة يقول بناء على توجيهات معالي وزير الدفاع أن تتعلق بعمليات التحقيق في صندوق الجيش. صندوق الجيش في شقين، في شق جنائي وهذا صدرت فيه أحكام تمييز باتة بتاريخ 26/11 وحكم موجود فيه كل الأفراد المتورطين وكل المبالغ برئ من برئ وأدين من أدين. أما الشق المتعلق بمتابعة الأموال فالقانون واضح اللي أقسمنا على احترامه، المادة 5 من قانون حماية الأموال العامة تقول تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء وما إلى ذلك. شلون الجيش صار نيابة عامة؟ يعني صرت حكومة وتبتصير مجلس والآن بتصير قضاء بعد؟ هذا الأمر لا يجوز وهذا مخالف القانون. لخ الرئيس، لخ الرئيس في 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 نقط في غاية الأهمية. في بيان وزارة الدفاع يكشف أن العملية كلها كذبة كبرى في البيان. البيان شكراً لخ مرزوق الغانم، شكراً أرجوك، شكراً لخ مرزوق الغانم. لخ أحمد لاري، لخ أحمد لاري شكراً أخ الرئيس، وتنازل بدوري حق الأخ مرزوق الغانم. مرزوق الغانم مسجل في الأخير، يعني ما سجل حتى، مسجل مرة واحدة اللي وافق المجلس. ما أنت مسجل، أنت تكلمت، ما أنت مسجل في القائمة عندي، مو مسجل مرة ثانية في القائمة عندي، مو مسجل حتى لو تنازلك ما أنت مسجل. أرجوك يعني اللي وافق المجلس يتحدث الأخ مرزوق مرة ثانية. موافقة، تفضل. شكراً أخ الرئيس، تنازل الأخ أحمد لاري. شكراً أخ الرئيس. الأخ الرئيس في نقطة في غاية الأهمية، جاء في البيان الأخ الرئيس بأن هذا التحقيق كان بناء على توجيهات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر. خلكم منتبهين، 6 ديسمبر جاءت توجيهات الأخ وزير الدفاع للتحقيق في موضوع في المواضيع المتعلقة بصندوق الجيش. طيب الحادثة صارت في 3 و4 ديسمبر، شلون؟ شلون تصدر التوجيهات في 6 ديسمبر على تحقيق حصل في 3 و4 ديسمبر؟ ارتباك كامل. أنا أقول مو للأخ وزير الدفاع، لمن صاغ هذا البيان، إن كنت كذوبا فكن ذكورا. توجيهات تصدر 6 ديسمبر على تحقيق حصل في 3 و4 ديسمبر، كل هذا للتغطية على هذه الأمور.